بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب وطالبات الثانوية العامة. تذكر معايا المجاز المرسل؟ تعال نفتكر الأول المجاز المرسل. إيه رأيك تذكرة سريعة كده للمجاز المرسل قبل ما نبدأ حل أسئلة؟ وده أفضل لأن في طلبة كتير بتخش كده ساعات على بعض الدروس اللي مش مراجعها ويحل، ولما ما يعرفش يحل يحس بالإحباط. طب ما هو انت ما راجعتش الماده النظريه الاول، المفروض تراجع ولو ايه مراجعه سريعه. تعال نراجع الاول كده المجاز المرسل مع بعض سريعا. توكلنا على الله. تذكر بقى معايا المجاز المرسل. المجاز المرسل له علاقات زي اللي قدامك دي: المحليه، الحليه، الجزئيه، الكليه، السببيه، المسببيه، اعتبار ما كان، اعتبار ما سوف يكون. العلاقات الثمانيه ديت لكل علاقة من دي مثال. طبعا يا شباب انا براجع المجاز المرسل للي عنده فكرة عن المجاز المرسل، يعني انا براجع مجرد تذكرة وليس شرح. اللي عايز الشرح ممكن ينزل الحصة كاملة من على الموقع. المحلية زي قامت المدرسة برحلة. طبعا ليه سميناها هنا المحلية؟ لان انا ذكرت المدرسة وانا عايز اللي جوه المدرسة اللي هم الطلاب يعني، وبالتالي لما نذكر المكان يبقى نسميها المحلية. الحلية عكسها بقى، ان انا بذكر اللي جوه المكان وانا عايز المكان. يعني لما قلنا نزلنا بقوم، احنا ما نزلناش بالقوم، احنا نزلنا بالدار اللي بيقيم بها القوم. يبقى اذا انا ذكرت ما بداخل المكان، ولذلك بنسميها الحالية، اي من يحل بالمكان. فتلاحظ ان المجاز بيتسمى باسم اللي بيتذكر مش اللي بيستنتج. يعني انت دايما تلاحظ انا في المثالين كلمة عندك مذكورة وكلمة مستنتجة. كانت الكلمة المذكورة في المثال الأول هي المدرسة، والكلمة المستنتجة هي الطلاب. فأنا ذكرت مين؟ المدرسة، يبقى اسمها المحلية. وفي الثانية ذكرت مين؟ اللي جوه المكان، يبقى اسمها الحلية. الجزئية زي قبضنا على عين من عيون الأعداء، أو قبضنا على عين تتجسس. طبعا المذكور هنا الجزء، وأنا قاصد الكل اللي هو الإيه؟ الجاسوس. تمام، يبقى ايه العلاقه بين العين والجاسوس؟ علاقه الجزء بكل. طب انا ذكرت مين؟ الجزء، يبقى سميها الجزئيه. الكليه زي ما اقول يضعون اصابعهم في اذانهم. لا، هنا ما بضعش اصابع كله، انا بضع جزء من هذه الاصابع اللي هي الانامل، وبالتالي ذكرت الكل وانا عايز الجزء يبقى كليه. ملاحظ؟ لما اذكر المكان محليه، لما اذكر اللي جوه المكان حليه، لما اذكر الجزء جزئيه، لما اذكر الكل كليه. طب يد الله فوق ايديهم، العقل بيترجم كلمه يد انها المقصود بها القوه، المساعده، العون. طب ايه العلاقه ما بين اليد والقوه؟ ان اليد سبب في القوه، او اليد هي التي تفعل القوه، لذلك هنسميها ذكرنا الفاعل، يبقى نسميها السببيه. لما نذكر اللي بيعمل الفاعل، مش اعراب هنا، لا اقصد اللي بيعمل الحاجه، يعني اليد هي اللي بتفعل القوه، يبقى كده نسميها سببيه. اما مثلا الجمله اللي بعدها نزل الرزق من السماء، انا هنا قصدي المطر. طب يبقى انا ايه العلاقه بين المطر والرزق يا شباب؟ ان الرزق ناتج والمطر فاعل. طب هنا انا ذكرت مين؟ الناتج ولا الفاعل؟ انا ذكرت الناتج اللي هو الرزق، يبقى سميها مسببيه، لان كلمه مسبب في اللغه معناها الناتج، المسبب هو الناتج. في طلبه بتخلط ما بين السببيه والمسببيه بيفكروها بمعنى واحد، لا طبعا، السببيه هي الفاعل، المسببيه هي الناتج. يعني مثلا الـ 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 الاله او المكنه وكيس الشيبسي مثلا، عشان انت بتحب الشيبسي شويه، ها، يبقى ايه العلاقه بينهم؟ ان المكنه دي فاعل وكيس الشيبسي ده ناتج عن المكنه دي. فهمنا يعني ايه فاعل وناتج؟ انا بس عايز اوصل لكم كلمه فاعل وناتج ديت عشان ما يبقاش المثال بعيد شويه. لو ذكرنا الفاعل يبقى سببيه، ولو ذكرنا الشيء الناتج يبقى اسمه مسببيه. ساعات بقى بنسمي الحاجه باسمها اللي كانت عليه، زي اشرب بنا. انا ما بشربش بن، انا بشرب قهوه، والقهوة مكونة من مية ومن سكر ومن بن صحيح، لكن خلاص بقت تركيبة جديدة ما نقدرش نقول عليها بن. البن ده الحاجة الناشفة اللي هو المسحوق الناشف. يبقى إذا أنا سميت السائل اللي قدامي بالمسحوق القديم، باعتبار ما كان اسمه أشرب بنا. طيب اعتبار ما سوف يكون، يعني إيه اعتبار ما سوف يكون؟ أسمي الحاجة باللي هتكونه، زي أعصر خمرا. يعني ذكرنا ما سوف يكون، يعني انا مش بعصر خمره يا جماعه، انا بعصر ايه؟ عنب. ايوه تمام، بس العنب اللي في ايدي ده هم بعد كده ممكن يصنعوه ايه؟ خمرا. فاذا اعصر خمرا باعتبار ما سوف يكون، يعني بسمي الحاجه باللي هتكون عليه.
أخيرا، سر جمال المجاز أو القيمة الفنية للمجاز هي الإيجاز وجذب الانتباه عن طريق الدقة في اختيار العلاقة. وأذكر أن المجاز المرسل أحد الألوان البيانية. تعالوا بقى حبايب الطلاب نرجع للأسئلة ونبدأ بقى إن شاء الله نأكد على فهمنا للمجاز المرسل من خلال الأسئلة. توكلنا على الله. السؤال الأول بيقول لي: ألا من رأى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تنسكبان. طيب بيقول لي المجاز هنا في كلمة عيناه، طبعا عيناه تنسكبان، لكني أخشى وتكون اتسرعت وقلت عليها مجاز مرسل علاقته جزئية. لا غلط طبعا. ليه مش الجزئية يا أستاذ؟ تعال نشوف الإجابة. علشان المقصود بالعينين ها الدموع. طب إيه العلاقة ما بين العين والدموع؟ مش المقصود الطفل طبعا. عيناه تنسكبان يعني الطفل تنسكبان، ولا الدموع تنسكب يعني هو يقصد الدموع؟ إيه اللي بينسكب؟ الدموع مش الطفل. يبقى العين والدموع. طب إيه العلاقة بين العين والدموع؟ إن العين المكان اللي بينزل منه الدموع، صح؟ يبقى محلية، صح؟ أستاذ طب أنا ممكن أعملها هنا، أعملها السببية على أساس إن العين هي السبب في نزول الدموع. مش غلط، أنا ما بقولكش غلط، صح؟ ممكن تمشي السببية، المهم إن الجزئية غلط، يعني هتجيني يمين هتجيني شمال، الجزئية غلط لأنه مش قصد الطفل. السؤال الثاني: وما من يد إلا يد الله فوقه. طبعا قصده إيه هنا ما من يد إلا يد الله فوقها؟ يعني يا جماعة ما من فضل إلا ما من فضل إلا فضل الله فوقه، هي دي معناه. إذن ما المقصود بيد الأولى؟ فضل. وما المقصود بيد الثانية؟ أيضا فضل، لكن شتان ما بين الفضلين. المهم إن المقصود باليد الأولى فضل والثانية فضل، يبقى طبعا على طول علاقته لإيه يا شباب؟ ها سببية، سواء الأولى أو الثانية، لأن العلاقة ما بين اليد والفضل إن اليد سبب في الإيه؟ في الفضل. يمكن إحنا قلنا ايه يعني يا محلية، تمام؟ ما بسألش اهل الايه القرية. طب ايه العلاقة ما بين القرية وما بين اهل القرية؟ ان القرية مكان للاهل، يبقى علاقتها المحلية. بقول لي بعد كده السؤال اللي بعديه، بقول لي: قال تعالى في شأن موسى عليه السلام، قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. طبعا هنا المجاز في كلمة عينها، صح كده؟ المرة دي صح. طب هنا تقر عينها ولا تقر كلها؟ شوف ها، من حقك تقول المرة دي جزئية. ليش معنى المرة دي من حق أقول جزئية؟ لأنه أصل بالعين الأم ككل، يبقى هنا علاقتها لإيه شباب؟ الجزئية. أو طفل صغير حليم، لا بس هو فيما بعد سيكون يا شباب حليما، يبقى ده غلام المقصود بها الطفل او الرضيع، يبقى اعتبار ما سوف يا شباب مقصود بكلمة علاقة ما بين القرار وما بين الكلمة، ان الكلمة جزء من القرار، يبقى العلاقة هنا علاقة ها جزئية، لأن مين اللي اتذكر؟ الجزء، صح كده؟ يبقى جزئية. شربت البن، بتقال يمكن ده المثال اللي احنا كنا بنشرح به، شربت البن هنا علاقتها لإيه؟ اعتبار ما كان، صح؟ اعتبار ما كان. زي ما قلنا احنا بنشرب قهوة مش بنشرب بن. قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. حلوة دي، هو الواحد بيقول ببقه يعني القول ده بالفم. طب تعالى نشوف كده الإجابة إيه؟ هي جزء فيها أمرين على فكرة. بص الإجابة إيه؟ أولاً ممكن تكون الجزء الكلية، على أساس إيه؟ على أساس إن اللسان جزء من الفم، يبقى الفم أو العملية الكلام بتتم باللسان واللسان جزء من الفم، يبقى يجوز إن هي كده إيه أطلقت الكل، لأن أنا جبت في المثال مين؟ أنا جبت أفواههم، جبت الكل، يبقى علاقتنا إيه يا شباب؟ الكلية أو المحلية، يعني اللسان محله الفم، يبقى من الممكن تمشي برضه محليه. استاذ يا ليه؟ ايوه صح.
والحمق ناتج. طب انا ذكرت مين في الجملة؟ انا ذكرت الناتج، يبقى اسمها الايه؟ المسببية. الله ينور عليك. اني اراني اعصر خمرة، قلنا المثال ده كتير قوي، اللي هو اعتبار ما سوف يكون، ان المقصود عنب. تعال قول لي الابرار في رحمة الله، حلوة برضو دي. بص الرحمة المقصود بها الجنة. هو بص هو ده مفتاح السؤال، ان انا اعرف اصلا او ذهني يجيب الجملة الاساسية، ايه المقصود بالرحمة؟ المقصود بالرحمة الجنة. طب ايه العلاقة ما بين الرحمة والجنة؟ ان الرحمة جوه الجنة، يبقى انا ذكرت اللي جوه وعايز المكان، يبقى علاقتها الايه؟ الحالية. انتبه، زرع البستاني الازهار في الحديقة. اظن ده التعبير ده بنقوله كلنا اولاد، ويكاد يكون اتكرر لدرجة ان احنا نفكره تعبير حقيقي وهو مش حقيقي. تعال شوف الاجابة. بص بيقول لك ايه الاجابة؟ بيقول لك اهو الازهار المقصود، ايوه البذور. ايوه الله ينور عليك. نركز بقى، المقصود بالازهار البذور. طب انا ذكرت الازهار وانا عايز البذور، طب ايه العلاقة ما بين البذور والازهار؟ اعتبار ما سوف يكون. يعني انا سميت البذور ديت أزهار لأنها هتبقى أزهار، يبقى اعتبار ما سوف يكون. أو يا أستاذ أنا، أما هو أه ما أنا جبت منين؟ جبت مين في الجملة؟ جبت الأزهار اللي اعتبار ما سوف يكون. أو إن البذور سبب في الأزهار، يعني البذور سبب والأزهار ناتج عن هذا السبب. طب أنا ذكرت مين في الجملة قدامك؟ أنا ذكرت الناتج عن السبب، يبقى اسمها المسببية. يبقى صح لو اعتبرت عملتها اعتبار ما سوف يكون صح، ولو عملتها المسببية صح، وكان مثال حلو. خلي بالك من الأمثلة دي. السؤال رقم 13 بيقول لي أرسل رئيس الجيش عيونه. أظن دي سهلة قوي، بتهيألي ده في الأمثلة اللي كنا بنشرح بيها طبعا جزئية. المقصود الجواسيس. اهتمت مدرستنا بالأنشطة الرياضية، طبعا المقصود الموظفون هم اللي اهتموا، يبقى المحلية لأنه جاب المدرسة المكان وعايز اللي جوه المكان. في فصل الشتاء يلبس الناس الصوف، طبعا ما بيلبسوش صوف، هم بيلبسوا مثلا رداء كامل ملبس، فالملبس ده بنقول عليه صوف. هو كان صوف لكن اتعالج ودخلت فيه حاجات تانية وخد شكل جديد خالص، يبقى بنسمي الملبس بما كان عليه، يبقى بنسميه اعتبار ما كان. وكم علمته نظم القوافي. تعال بقى المثال ده، ونظم يعني تأليف القوافي. هو ايه المقصود بالقوافي هنا؟ فلما قال قافي هجاني، فلما قال قافي هجاني، ايه المقصود منك بالقوافي هنا؟ المقصود بقى الشاعر. طب يبقى علاقتها ايه؟ قوافي الشعر، يبقى جزئية. القافية جزء من الشعر، الشعر ده عبارة عن أبيات، والأبيات بيتكون من شطرين، والشطرين بيتكونوا من كلمات، وآخر كلمة بنسميها القافية. إذن هنا أطلق الجزء وأراد الكل. الله على السؤال ده بقى، السؤال رقم 17، إنك ميت وإنهم ميتون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. طب هو الحديث لما القرآن لما نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حي، إذا دي نعملها إيه بقى؟ باعتبار ما سوف يكون، صح كده؟ لأن يعني ميت هنا معناه أنك سوف تموت، يبقى باعتبار ما سوف يكون. وأخيرا، وتوقد حولك نيران، النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة. طبعا بص كده، توقد نيران، هي هنا المشكلة في نيران، مين اللي بيوقد؟ استاذ طب ما عادي النيران بتوقد. لا يا باشا، النيران المقصود بها الحطب، وبالتالي انا اعتبار ما سوف يكون، يعني الحطب ده هيبقى نار، او المسببيه. ليه يا استاذ؟ عشان الحطب سبب في وجود النار. يبقى سبب. خلي بالك ان النار انا ذكرت الناتج عن الحطب، يبقى مسببيه مش سببيه. وهكذا حبايبي، اللي هيقول اعتبار ما سوف يكون صح ويقول مسببيه صح. اخيرا اخر سؤال في جزء المرسل، بيقول لي قال تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. برضو من التعبيرات اللي يكاد الطلاب لا يلمحون فيها مجازا، رغم ان فيها مجاز، ودي انا بخاف قوي من الفه التعبيرات دي، انك بتلاقيها تعبير عادي. لا طبعا، ما معنى اليد في اللغه؟ اليد مقسمه من اصابع ومن كف ومن رسغ ومن مرفق مش كده؟ ده اليد دي مكونه من كذا جزء. طب لما يجي حد يسرق بنقطع ايده بقى من فوق من عند كتفه كده؟ ما هو لو كده بقى، لا احنا بنقطع جزء بس، الجزء اللي هو اليد اللي هو كف اليد اللي سرق. يبقى اذا دي كانت عايزه معلومه علميه، معلش احنا بنعلمك يا سيدي. يبقى المقصود هنا جزء من اليد، يبقى علاقته الايه شباب؟ الكليه.
حبايبي الطلاب، احنا حلينا مع بعض 19 تمرين على المجاز المرسل، ويعني اؤكد لكم لا يكفي ذلك. 19 تمرين احنا بس بنذكر بالمجاز المرسل، فعليك بتتبع المجاز المرسل. خش على النت وهات اسئله كتير عن المجاز المرسل، تالي من اسهل الطرق انك تخش على النت وتجيب اسئله. هتلاقي الاسئله دي انا جايبها لك من على النت، بس اصطفيت مجموعه من الاسئله السهله او السهلة اللي فيها افكار كمان السهله اللي بتيجي في الامتحانات، يعني شكل الامتحانات. حبايبي الطلاب يا رب تكونوا افتكرتوا المجاز المرسل. فاصل حبايب الطلاب ونواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.